أعلن البنك المركزي عن تعديل اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون مكافحة غسل الأموال، وجاء ذلك بموجب قرار رئيس الوزراء رقم 3331 لعام 2023. ووفقا للقانون، يعد مرتكبا لجريمة غسل الأموال كل من علم أن الأموال أو الأصول متحصلة من جريمة أصلية، أو قام عمدا بتحويل متحصلات أو نقلها، وذلك بقصد إخفاء المال أو تمويه طبيعته أو مصدرها أو مكانها أو صاحبها أو صاحب الحق فيه، أو تغيير حقيقته أو الحيلولة دون اكتشاف ذلك أو عرقلة التوصل إلى مرتكب الجريمة الأصلية. هذا بالإضافة إلى اكتساب المتحصلات أو حيازاتها أو استخدامها أو إدارتها أو حفظها أو استبدالها أو إيداعها أو ضمانها أو استثمارها أو التلاعب في قيمتها أو إخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقية لها أو لمصدرها أو مكانها أو كيفية التصرف فيها أو حركتها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها. اهتم البنك المركزي بأن ينشئ وحدة مستقلة ذات طابع خاص لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تمثل فيها أو تمثل فيها الجهات المعنية وتتولى الاختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون، ويلحق بها عدد كاف من الخبراء من أعضاء السلطة القضائية والمتخصصين في المجالات المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون وتزويد بما يلزم من العاملين المؤهلين والمدربين.